تزامن مع الاحتفالات بمناسبة دخول السنة الأمازيغية الجديدة 1973 يناير، نشوفوا المركز دار برنامج جد وخاص بهذه المناسبة، وهذا الهدف تاعنا دائما هو إعادة والمحافظة على هذا الموروث الثقافي. كما راك تشوفوا درنا عرس قبائلي يعني تقليدي 100%، لأنه شوفوا المركز راه ممتلئ على آخره، شوفوا بلي توافد عائلات من 58 ولاية وحتى من خارج الوطن، والهدف تاعنا هو باش نعرفوهم بهذه العادات والتقاليد. أديني غازولك في اللون، مرحبا يسوان، يناير سعدي مربوح، إن شاء الله وين هادي وين الفرح ذي لهنا، هي اليون ذيكنا كتوالا ما الساكنين خدمة الزواج سوذم أقفور يعني وذم من زيك نسيا أنو غير شي طوحر زيك باش هاد نسمكتي شوية العوايد يقفذان تروحوت، دونك نسيا نخدم نسوج ذو قبل أخا ما قديم القبايل، دونك نسيا بيبخاني لي دون لو تام، ومن بعد نبوي تيسلي تصير بالن سوق خام مبافاس أميت بلار داكينار وخامنا، دونك كي نجي جوي لو رول لا مامون كيسلي غيسلي باقي لنا وثماثنيس تيس ثماثنيس. زول في الاول عقلا هذا كاساكي هذا تيك جدا بوغفيتي يناير او ندنيني اكو اسكوس مكاز سنيني ينا طوس خاطر نحس في سمي فاتنا في السنات السنين طاوس يعطيكم الصحة ميغسي أورغانيزي هذا المارياج تراديسيونيل سي بوكو بلوس بوغ انسيتي لي جون أكاردي نو تراديسيون إن شاء الله الميساج هذا الحق ثمرتنا.